شنو كنت تشوف؟ شمس. شنو ريت بالضبط؟ احكي لنا. قرص اصفر كبير. اليوم إكيب جريدتي في زيارة لمدينة العلوم باش نغوصوا شوية في مجال علم الفلك. برشا كانوا حاضرين في الجورنيه هذه للاحتفال بيوم الشمس. احنا نعرفوا نحتفلوا بيوم الشمس هو في يوم 21 جوان أو في الأيام اللي قريبة من 21 جوان، لأنه في 21 جوان هو يصير الانقلاب الصيفي، يعني بالنسبة للنصف الشمالي للكرة الأرضية أو تكون الشمس عمودية على مدار السرطان. هذه خريطة السماء نتاعنا. من بين الورشات اللي مبرمجة في اليوم هذا هي قيس محيط الأرض من خلال تجربة إيراتوستان. L'astronomie c'est une passion pour moi و اني دخلت في لا سوسيتي استرونوميك دو تونيزي باش نكتشف في العالم هذا اللي نحنا ملي نحنا صغار ويظهر لنا عالم بعيد علينا وما نجموش نوصلوا له. و ابار سا انا جو سوي باسيوني بار لي ماتيماتيك اي فيزيك و لابليكاسيون تاع الفيزيك والمات اللي نقراو فيه معناتها موجود بنسبه 90% في الاسترونومي. في منتصف النهار يعمل قيس ظل العمود اللي موجود على الارض وهو كيف كيف يعطينا القياسات نتاعو والقياسات نتاعنا ونحطهم في عملية معادلة رياضية ونطلعوا محيط الأرض. تكون مساطر ايه 23. تجربة بسيطة مكنتنا باش نعرفوا قياسات يستحيل أن نقيسوها بالطريقة العادية.